فقرتنا الحوارية الثالثة والأخيرة مشرفنا الكابتن الكبير طارق سليمان حارس مرمى النادي الأهلي ومدرب حراس المرمى السابق بالنادي، وحقق في القميص الأحمر الحقيقة الكثير من الإنجازات مع مختلف الأجهزة الفنية اللي اشتغل معاها. هو حاليا كمان بيتولى منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد لفريق البنك الأهلي تحت قيادة طبعا المدرب المتميز كابتن محمد يوسف ابن النادي الأهلي السابق، في تجربة أعتقد أنها واعدة جدا مع الفريق الصاعد حديثا للدوري المصري. وطبعا يعني هيكون لنا معاه برضو حوار مطول حوالين النادي الأهلي وفوزه ببطولة كاس مصر وتحية ثلاثية الحمد لله، وأيضا عن حراسة مرمى الفريق وتألق الشناوي وعلي لطفي. وعلي لطفي يا كابتن طارق، ازيك؟ ازاي حضرتك يا استاذه؟ اولا مبروكين، مبروك على الثلاثيه، مبروك على تجربتك الواعده مع البنك الاهلي زي ما احنا قلنا، الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. طبعا بشكرك على المقدمه ديت، وطبعا برحب بكابتن هاني. ربنا يكرمك كابتن هاني. طبعا في الاول طبعا لازم ابارك للنادي الاهلي طبعا على الثلاثيه، وبالذات طبعا بطوله افريقيا، بطوله مهمه جدا جدا، كانت غايبه عن الاهلي بقى يعني 2013، يعني اخر بطوله كنت انا موجود فيها 2013 دي مع كابتن محمد يوسف، فهي غايبه بقى لها فتره كبيره. فطبعا اكيد يعني لما هنبارك للنادي الاهلي لازم نبارك لمجلس الاداره طبعا ورئيس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، لان هو اتحط في ظروف صعبه جدا جدا الموسم ده بالذات، وكمان تحمل مسؤوليه في انه يجي موسيماني مدير فني في توقيت صعب قوي. وكان في التوقيت ده لو حضرتك يعني لو رجعنا كده هتلاقي كان في التقطيع، يعني مش كانت في ناس كتير قوي موضوع الموسيماني انه يجي، كانت في ناس كتير قوي بتتكلم انه ما كانش اختيار مناسب صحيح. في الفتره دي ناس كتير قوي يعني اهلاويه ويعني ناس كتير جدا جدا كانت بتتكلم، فده كان ريسك عالي جدا جدا الاختيار ده بالذات. انما هو كان عنده الامانه، يعني كان عنده رؤيه يمكن ما كانش الناس كتير شايفاها، رؤيه انه الراجل اشتغل في افريقيا كتير، ان الراجل عارف في يعني افريقيا دي كلها اشتغل فيها، ولعب نهائي مع الزمالك وكسب الزمالك في النهائي، فالراجل ده متمارس في القاره الافريقيه. طبعا يعني. وكان بالنسبه للراجل برضو كان بالنسبه له كان حاجه كبيره جدا 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 انه يشتغل في النادي الاهلي. يعني الراجل يعني اول ما مسك على طول بارك له رئيس الدوله في جنوب افريقيا. فده لاهميه النادي الاهلي ولحجم النادي الاهلي. فكانت التجربه زي ما قلت لحضرتك في البدايه كان مسؤوليه كبيره جدا عن كابتن خطيب في اختياره لموسيماني، ولكن الحمد لله رب العالمين تجربه يعني اثبتت نجاحها، وان الراجل الحمد لله يعني في اكثر مباراه اثبت وجود بشكل كبير جدا بالذات في مباراه الوداد هناك وهنا. فبنبارك لمجلس اداره النادي الاهلي، ما ننساش ابدا اللعيبه، جهاز فني طبعا، عمال، جهاز طبي، جهاز اداري، واكيد طبعا جمهور النادي الاهلي. يعني دي طبعا في البدايه طبعا بالذات بطوله افريقيا، لان البطوله الافريقيه دي الفرحه كانت كبيره قوي. مظبوط. وكانت كبيره قوي يعني لان الضغوط كانت كتير قوي وكانت غايبه بقى فتره كبيره. رغم ان الغياب ده انا شايفه ان كان الى حد كبير كان في جزء كان متعمد في الغياب اللي هو قعد فتره كبيره ده، ان احنا كنا ممكن في الفتره اللي عدت دي كلها من 2013 لحد 2020 كنا ممكن ناخد على الاقل بطولتين، وكانت بفعل فاعل. وصلنا للنهائيين فعلا. بص يا كابتن هاني، وصلنا هنا وكان في ظلم تحكيمي باين في، صدقني والله يعني انا كنت موجود في البطولات دي كلها، كان في وضوح كبير جدا النادي الاهلي ما ياخدش البطوله دي، يعني النادي الاهلي خلاص بقى متمارس على البطوله دي، والاهلي فرقه منظمه، مجلس اداره، جهاز فني، لعيبه، فكانت البطوله دي ما بتخرجش بسهوله من النادي الاهلي. لو الامور ماشيه طبيعيه كل سنه صدقيني هيبقى النادي الاهلي هو الاقرب كل سنه انه ياخد البطوله دي. انما طبعا كان بفعل فاعل في مباراه نهائي هنا في النهائي هناك مع الوداد، انا كنت شايف الكلام ده، كنت حاسس الكلام ده، انما في النهايه طبعا العدل في النهايه هو اللي يعني الحمد لله رب العالمين، يعني البطوله دخلت النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله البطولات كتير جايه لسه. يعني طالما بصي اللي انا شايفه دلوقتي يا استاذ سهام وكابتن هاني، ان النادي ماشي بشكل انا شايفه بشكل محترم جدا جدا، سياسه النادي واضحه جدا جدا، كل الدعم للجهاز الفني، كل الدعم للعيبه، الناس بتشتغل ما بتتكلمش، يعني كلام قليل جدا، ودايما يعني الفتره الاخيره دي كان في كلام كتير جدا في الصحافه وهنا وهنا وهنا، وكان في النهايه ايه اللي بيحصل؟ سكوت لحد ما نخلص بطوله افريقيا، كان ده الاهم. خلي بالك يا كابتن، وكله كان بيدفع للكلام ده، كان الرد واعتقاد الرد، وكان الرد بشكل اكتر من رائع، هو الرد داخل الملعب، وانت بالزبط. كنت لعيب النادي الاهلي بالظبط، كنا نقول دايما يا رجاله الرد في الملعب، وكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته كان الرد من خلال وقوف الكابتن محمود الخطيب على منصه التتويج للدوري والبطوله الافريقيه وكاس مصر، فده اكبر رد.
ونجوم كتير جدا جدا. وخلينا اتكلم، انت كمان كان ليك جزء مهم جدا، انت اشتغلت مع الشناوي بشكل اكتر من رائع. احنا كمان لما اتكلمنا مع الشناوي قال الكابتن طارق كان ليه دور كبير في المستوى الرائع اللي انا وصلت له بجانب طبعا ميشيل. ومش تجربه لوحدك يعني، تجربه يعني انت اعتقد من الناس اللي كمان بتشتغل بهدوء، ما حدش كان سمع صوت للكابتن طارق سليمان طول الفتره اللي فاتت. بتصنع نجوم بشكل كبير جدا، وكان ليك يعني باع كبير جدا في تهيئه كمان محمد الشناوي اللي يوصل لهذا المستوى. وعايزين نعرف مشوارك مع الشناوي ومشوارك مع علي لطفي، وكمان نعرف مستقبل حراس النادي الاهلي. يعني بنتكلم على الشناوي، علي لطفي، بنتكلم على مصطفى، ونتكلم على حمزه، على حمزه، على احمد، على رمضان، تعرفهم كلهم، على محمد طارق. انت جايب كمان لغايه مواليد كله 99. لا اقل كمان 99. طبعا انا بشكرك كابتن هاني طبعا في يعني حضرتك يعني لا ده حقك يا كابتن طارق والله حقك طبعا يعني. في ناس ما بتقولش الكلام ده، العكس يعني. انا فرحان، انا دايما وانا باجي بيتي ببقى سعيد جدا، بالذات لما باجي قناه النادي الاهلي وبرنامج البيت الكبير. فلو كلمنا بقى يعني كبدايه، طبعا انا بدات في السودان سنه، وبعدين رجعت على ام بي 6 شهور مرنت فيهم علي لطفي في 2012، بدايه 2012 في ام بي مع كابتن حسام البدري، مع كابتن حسام البدري. وبعدين رجعنا مسكنا الاهلي بعد ام بي على طول بخمس شهور كده، يعني نص 2012 رجعنا على النادي الاهلي، وخدنا طبعا بطوله افريقيا 2012 في الفتره دي. لما جينا ام بي، وبعدين لما جينا النادي الاهلي واشتغلنا في النادي الاهلي، طبعا كان موجود شريف، وكان موجود ابو السعود، وكان موجود احمد عادل، وكملنا معاهم اكتر من خمس سنين في الفتره ديت. وجينا بعدها احنا طبعا انت عارف حضرتك نظام النادي، في نهايه كل موسم بيبقى في بنقعد كجهاز فني مع بعض، وبنشوف المراكز اللي احنا محتاجين فيها لعيبه. فمن ضمن المركز اللي احنا كنا محتاجين نجيب حارس مرمى في الفتره دي، فطول انا رشحت محمد الشناوي. كان الشناوي طبعا مشي من النادي الاهلي وقعد يلعب بقى في بتروجيت، ولعب في طلائع الجيش، ولعب في الحرس الحديد حوالي 7-8 سنين بره، لعب فيهم حوالي 200 ماتش او اقل شويه يعني. كنت بتابعه بقى خلال الفتره دي عشان تختاروا تاني؟ كنت متابعه. لا انا بتابع كل حراس الدوري، مفيش حارس مرمى في الدوري مش متابعه يعني. كل فرقه لو فيها ثلاث حراس مرمى فانا متابع، في 18 فرقه، ف 18 فرقه في الثلاثه، فكل دول متابعهم. لو الحارس لعب شوط واحد انا يعني، لو الحارس لعب شوط واحد انا بتابعه، عشان انا لما اجي اختار بعد كده ابقى انا شايف كله، كل الناس، لان دي شغلتي وانا بحب المهنه دي. تقيم طبعا. فانا طبعا الشناوي انا عارفه من النادي الاهلي برضه، لان انا مرنته في الناشئين النادي الاهلي قبل ما يمشي، بس ما مرنتوش كتير، بس خلاص المواصفات موجوده يعني، المواصفات الجسمانيه والشخصيه والقدرات الفنيه موجود، والموهوب يعني. فطبعا انا لما جينا قعدنا، كان وقتها كان مارتن يولي موجود في النادي الاهلي كجهاز فني، قعدنا قلنا محتاجين حارس مرمى، فرشحت على طول محمد الشناوي. وخد بالك بيبقى في بديل دايما يعني، ايه مرشح واحد واثنين، واحد يعني ممكن المفاوضات ما تتمش، فيبقى عندي واحد واثنين وثلاثه. فرشحت الشناوي ورشحت علي لطفي. جبنا الشناوي 2016 كان وقتها كان في بتروجيت. الولد جه طبعا الموسم 2016 ده لعب فيه حوالي 10 مباريات، لعب ثلاثه في الدوري، ولعب ثلاثه في الكاس، ولعب اربع مباريات في البطوله العربيه. وبرده الاداء ما كانش، مش هو ده الاداء المطلوب في الفتره دي. فقعد تاني، واللي كمل الموسم ده شريف اكرام. ولما قعد دايما الفتره اللي قعد فيها الشناوي، قلت له بص يا شناوي هتتمرن وهترجع تلعب تاني. قال لي يا كابتن انا لما هرجع العب تاني انا ان شاء الله باذن الله انا يعني هكمل، مش هقعد وهكمل. عشان كنا وقتها في الفتره دي يا كابتن هاني كان بدات المجموعه بتاعت مصر توضح ان احنا هنوصل كاس عالم. يعني كان باقي حوالي ماتشين او ثلاثه بس، كان الامور واضحه قوي ان احنا غانا طبعا كان في المجموعه دي يعني مظبوط، كان ملامح هنوصل، الملامح ان هنوصل كاس عالم. والشناوي اصلا ما بيلعبش في النادي، فوقتها يقول لي كابتن انا هرجع العب تاني عشان عايز العب كاس عالم. هو يقول كده بيقول لي كده فعلا، عنده اصرار يعني. يعني قلت له بس نلعب في الاهلي الاول، صحيح. انت مش هتلعب في المنتخب غير لما تبقى في الاهلي وتبقى كويس في الاهلي كمان، يعني مش تلعب في الاهلي بس، تلعب وتبقى كويس وتشيل فرقه عشان تلعب في كاس العالم. وما لعبش ولا مباراه في التصفيات، وما كانش بيروح المنتخب، ما كانش بيلعب في النادي، فما بس كانش قال لي كده والله. وانا عارف قدرات الشناوي كويس. قلت له يا شناوي اتمرن، وما قدامناش غير ان احنا نتمرن، التمرين بس هو يعني السبيل الوحيد اللي قدامنا ان احنا نتمرن عشان لما تيجي تلعب تاني تمسك في فرصه. ف 2017 بدايتها بقى الشناوي بدا يلعب. الموسم ده عمل فيه حوالي 31 مباراه، ختمها طبعا بانه راح منتخب مصر ولعب كاس عالم.
طبعا كان في اول مباراه دوليه حتى الشناوي دايما بيذكرها، يعني كانت مباراه البرتغال، كانت قبل ما يوصل قبل ما يلعب قبل كاس العالم، يعني ده استعدادا كان استعداد بالظبط كده. وهو راح بالظبط يا كابتن هاني حوالي 3 ايام ولعب المباراه دي، وما عمره ما لعب مباراه دوليه وديه ولا رسميه ولا اول مباراه دوليه في الفريق الاول يعني المنتخب الاول. يعني المباراه دي اداها بشكل كويس قوي رونالدو بقى فان بالظبط، بقى باين ان في حارس مرمى كبير، يعني حارس مرمى اول مباراه دوليه وبيلعب قدام كريستيانو وقدام فريق منتخب البرتغال، فمنتخب كبير يعني طبعا. ومباراه في سويسرا يعني كانت مباراه بالنسبه للشناوي قال مباراه فكانت صعبه، ولكن تشوف اداء الشناوي في المباراه تحس ان واحد بيلعب بقاله عنده 50 مباراه دوليه او 40 مباراه دوليه او بقاله 4 5 سنين بيلعب منتخب مصر، من ادائه بقى وطريقه توجيهاته ويعني الهدوء بتاعه ثبات انفعالي والثبات بتاعه طبعا بالزبط. فالمباراه دي الى حد كبير جدا يعني الراجل الكوبر بقى خلاص بقى في شخصيه لحارس مرمى موجود، سهل جدا انه يبدا كاس عالم. المعسكر خلص ورجع النادي تاني وكمل برضه في النادي الماتشات بتاعتنا وخدنا الدوري وخدنا الكاس وقتها، خدنا كاس السوبر في المصري في كان الماتش في الامارات في دبي وبعدين المعسكر الاخير بقى اللي هو لعب فيه تقريبا لعب مباراه او لعب شوط في مباراتين بلجيكا ومش فاكر كان المباراه الثانيه كانت مع مين، وراح بدا كاس العالم كانت اول مباراه طبعا مباراه الاوروجواي طبعا وتالق فيها وخد مان اوف ذا ماتش. ف الشناوي طبعا ما فيش شك طبعا ان اللي حصل ده مع الشناوي لحد دلوقتي بيأدي ما شاء الله، من 2017 هو لحد دلوقتي اساسي في النادي الاهلي بقاله حوالي 3 سنين او 4 سنين دلوقتي واداؤه ما شاء الله. الشناوي بص يا كابتن هاني، الشناوي عنده طموح وعنده اهداف ما بتخلص، وده اللي احنا بنشوفه في اللعيبه بره. اللعيب بره مهما يبقى عنده الماديات مهما بياخد شغل لا عايز اكتر عايز اكتر، فده انا شايفه في الشناوي كان باين عليه من اول يوم ولا ده اتبنى واحده واحده مع الفارق اللي في مستواه مع دخوله النادي الاهلي مع الطموح، يعني ظهر يعني بشكل تدريجي ولا من اول يوم كان في شخصيه شناوي؟ بص يا استاذ سهام، هو مفيش شك طبعا ان الشناوي كمواصفات شخصيه لا شخصيه لا بتحمل الضغوط شخصيه لا عايز يبقى عايز يعمل حاجه، يعني الشناوي باين قوي ان هو جاي مركز من اول يوم جه في النادي الاهلي وهو قال لك انا عايز العب اساسي. قلت له بص انت يا شناوي انت لعبت بره النادي الاهلي 7 سنين ولعبت كتير جدا في بتروجيت ولعبت في الحرس ولعبت في طلائع الجيش، بس اللعب في النادي الاهلي مختلف، واللعب في النادي الاهلي هيجيب لك حاجات كتير قوي. انت لعبت بره بس بتروح المنتخب، لو رحت المنتخب بتبقى تالت وده معروف يعني ما ال 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 يعني من اخر 40 سنه اخر 50 سنه ده اللي بيحصل، ان دايما جون النادي الاهلي هو الى حد كبير جدا بيبقى اساسي منتخب مصر، وده شفناه في فترات كتير جدا، وعلى فترات بسيطه كان بيبقى يعني الحل الوحيد اللي كسر القاعده فيها كان نادر السيد يا كابتن هاني، الفتره بتاعت نادر كان يعني هو الوحيد اللي كسر قاعده ان دايما حارس مرمى منتخب مصر اساسي من النادي الاهلي. ده حقيقي. شوف بقى الحضري، شوف كابتن اكرامي، كابتن ثابت، كابتن شوبير، الوقت بقى الشناوي، فدايما حراس مرمى منتخب مصر هي اساسي من النادي الاهلي. فالشناوي جاي مركز انه عايز يلعب في النادي الاهلي، قلت له اللعب في النادي الاهلي مختلف تماما عن اي مكان تاني. هتلعب في النادي الاهلي تلاقي حاجات كتير جدا بتحقق لك من غير ما تعمل حاجه، مجرد بس تبقى كويس وتركز النادي الاهلي بيجيب لك حاجات كتير. وفعلا الولد فعلا اتمرن واجتهد، وانا عارف قدراته يا كابتن هاني، يعني انا وانا بمرره طبعا بيبقى باين قوي اكيد. بس يعني هنحاف عند نقطه يمكن انت حسيت ان انت كمان استغربت، انت بتقول ازاي كده شناوي ان لعيب او حارس مرمى في النادي الاهلي ما بيلعبش لمده سنه، وكان في الوقت ده كان شريف هو اللي بيلعب، ويقول لك انا هلعب عايز العب السنه دي علشان اروح منتخب مصر والعب كاس عالم. اكيد انت استغربت الجزئيه دي شويه، يعني حتى انت قلت له طب العب الاول في الاهلي عشان تفكر في كاس العالم، فدي رؤيه كمان ان هو زي ما انت بتقول طموح وطموحه عالي وبيشتغل على نفسه. يعني بص يا كابتن هاني، انا يعني الحمد لله رب العالمين الفتره اللي انا قعدتها في الاهلي لا يمكن يبقى عندي حارس تاني او حارس تالت او حارس رابع وانا ما اهتمش بيه في التدريب، بياخد حقه زي اللي بيلعب بالظبط ويتمرن بشكل كويس جدا، مش ممكن التمرين الثلاثه اللي بيتمرنوا او الاربعه لو معايا حد من بيطلع من الناشئين التمرين، وده كان يعني الدنيا كلها كانت بتشوف الواحد شغال ازاي، يعني الجون اللي بيلعب بياخد حقه واللي بيقعد احتياطي حتى في المعامله، يعني حتى يعني طبعا دي مهمه جدا جدا طبعًا. وده عشان كده مهم قوي يا كابتن هاني ان انا يبقى عندي لعب حارس المرمى ده، يعني عشان يبدا يلعب وياخد فرصه دي مش سهله، صعبه قوي لان مركز حساس، ومركز اللي الحارس عشان لما بيلعب ويمسك في فرصه ممكن يكمل 7 8 10 سنين، فازاي انت بقى تعد الحارس الثاني ده. ففتره الشناوي لما جه سنه كامله ما لعبش غير 3 ماتشات في الدوري، واحنا جايبينه برده كان عندنا جون بيلعب بقاله اكتر من 5 6 سنين اساسي شريف اكرامي، واخدين معاه بطولات كتير برده يعني عشان برده كلمه حق.
فانت عشان تجي شناوي يجيب يلعب عايزه بقى معامله مع شناوي. خد بالك شناوي يعني برضو يعني شخصيه صعبه، عايز يعني يثق في المدرب قوي ويبقى يطمن له قوي ويبقى عارف ان المدرب اللي معاه فير وان المدرب اللي معاه مش يعني ما عندوش هوا. ما عندوش هوا. شناوي شخصيه يعني محتاجه دراسه، يعني شخصيه كويسه وشخصيه متزنه جدا وشخص راجل قوي، بس ازاي انت تدخل له عشان يتعامل معاك ويبقى خلاص بيثق فيك نفسيا. طبعا نفسيا طبعا. شناوي عايز يعني معامله يعني خاصه يعني. طب وعايز يبقى يطمن للمدرب ان المدرب اللي موجود ده ما عندوش هوا في اي حاجه. يعني خد بالك بقى صعب عليا قوي ان يبقى عندي حارس اساسي بقاله 5 6 سنين ويقعد طبعًا. سنتين ما بيلعبش ويلعب مين؟ شناوي. وقلت له انا وقتها انا فاكر لما بدا لما جينا احنا يعني هقول كلام بقى يعني كان اول مره هي طبيعي ده تاريخ يعني ماشي هنقول بقى لا هنقول. احنا جينا في لما جينا خدنا قرار بان شناوي يبدا الموسم اللي بقول لحضرتك عليه موسم 2017 ده. انا كنت في الجيم، احنا بنروح بدري النادي، متعودين ان احنا بنروح بدري النادي، ف كابتن حسام بنيجي بدري كلنا، فانا بروح الجيم بدري بتمرن شويه الاول واعمل تقويات وكده، وبعدين بنبدا بقى نقعد على ترابيزه عشان نجهز للتمرين. فجينا كابتن حسام بعت لي جيت السالم العامل جالي بيقول لي تعالى كلم كابتن حسام، فقلت له طيب ماشي. نزلت مع التريد ميل على طول على فين؟ على الكابتن حسام. رحت له اقعد، قعدت، هو كان قدامه ورقه كده. طبعا احنا كنا عندنا يعني ماتش بكره مع الانتاج الحربي وهنتمرن تمرين وهنروح على فين؟ على المعسكر. على المعسكر الفندق يعني. فهو قدامه ورقه كده بس مقلوبه، حاسسها كده مقلوبه يعني. فايه الاخبار؟ قلت له تمام يا كابتن. قال لي بكره الاخبار ايه؟ فاخذنا يعني انا مش يعني خدنا يعني خدتوا قرار معين. خدنا قرار معين ان الشناوي يبدا. تمام تمام. فقال لي ليه؟ فقلت له يا كابتن يعني فرصه بقى ان الولد ياخد حقه ويبقى كل الدعم للشناوي زي ما احنا كجهاز فني كلنا في ظهر الشيف اكرامي وهو بيلعب، وكلنا بندعم الشيف اكرامي وفي ظهره، ولما يبقى عنده اخطاء برضه يعني لازم الحارس وهو بيلعب يا كابتن هاني ما يحسش ان احنا مستنين له، ان احنا متربصين بالحارس وهو بيلعب، او احنا مستنين له خطا عشان نقعده. لو حاسس الاحساس ده حتى والله لو يعني لو احسن لعيب في العالم وحاسس ان الجهاز الفني مستني له خطا مش هيبقى كويس. شادي لازم يحس بكل الدعم. كان راي كابتن حسام ايه لما حضرتك عرضت عليه انه الشناوي يلعب؟ كابتن حسام كان كاتب الورقه، اول اسم كان الشناوي اصلا. وكان عايز يعرف رايه يعني. بس هو يعني بس انا في النهايه يعني يعني خلاص يعني اتاكد ان الامور بالنسبه لي يعني ما فيش يعني. ففعلا فعلا قلت له يا كابتن بس مهم جدا جدا ان الولد يعني حضرتك تكلمه، انا هكلمه طبعا وفي المعسكر في الفندق هكلمه، بس برضه لازم حضرتك تكلمه يبقى يعني تقول له العب يعني تدعمه لازم يبقى في دعم. لازم المدير الفني ده مهم جدا 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 طبعًا. انا طبعا مهم دوري وانا بكل، بس المدير الفني كمان لما بيدعم معايا كمان بيبقى خلاص سبورت بقى بشكل مزبوط. خلاص مزبوط. المدير الفني هو الحارس بيحس الكلام ده. انتوا كابتن لازم تكلمه تقول له العب وما تخافش، العب ولو عندك اخطاء هنتحملها مفيش مشكله. ما احنا في النهايه احنا ما بنشتغلش لحساب حد، احنا بنشتغل لحساب النادي الاهلي. انت كنت في الوقت ده كان قلت ليه الشناوي؟ علشان حسيت ان ده يعني انا دايما انا اشتغلت مع مدربين حراس مرمى، انك تغير حارس المرمى دي خطوه كبيره، غير لما يكون مدير فني بيغير لعيب في مركز او ممكن يحطه في حته تانية. تغيير حراسه المرمى بتبقى يبقى الديزيشن بتاعها مختلف شويه. كنت شايف ايه؟ ان لازم الشناوي ده وقتك، ان الشناوي يلعب دلوقتي. ده شفته من خلال تمرين يا كابتن هاني. تمرين طبعا. ما احنا وقتها مش الشناوي، احنا ما كانش في ماتشات وديه حتى نلعبها. فالتمرين الشناوي اتمرن بشكل كويس قوي، يعني موت نفسه في التمرين، بيتمرن ومركز جدا جدا جدا. والفتره دي كان حصل اهتزاز في البطوله الافريقيه اللي احنا مظبوط. يعني شريف يعني كان في اكتر مباراه في البطوله الافريقيه كان في اكتر من خطا لشريف، وكمل البطوله برده عشان برده احنا ايه محتاجين ان احنا نثبت المكان ده في التوقيت ده هيبقى صح مظبوط. فلما جينا خلصنا البطوله الافريقيه الامانه حتى احنا تعادلنا هنا 1-1، كان الجون صعب جدا على شريف اكرام هناك برده يعني. حتى احنا كنا متعادلنا 0-0 برده، احنا خرجنا لان احنا كنا متعادلين هنا 1-1. احنا خسرنا 1-0 هناك، كان كره عرضيه وكان ممكن يعني شريف 50-50 ممكن يطلع وممكن ما يطلعش. فجينا احنا خلاص بقى يعني خدنا قرار ان احنا هندي فرصه لشناوي من خلال التمرين زي ما حضرتك بتقول كده، ان احنا عشان نبدا ناخد قرار. المركز ده حساس قوي طبعا،
والمركز ده لو حصل فيه تغيير وحصل فيه يعني دروب في الحته دي يبقى احنا بنخسر يعني تخسر الحارسين تخسر ما توقعتش الاساس هتبقى الموضوع صعب بزبط. فجينا بيبقى المركز ده بالذات لما بتغيره بتبقى محتاجه دراسه ومحتاجه يعني مزبط. دعم بقى كمان. دعم طبعا ودعم بقى للي هيلعب خلاص احنا هنلعبه. فبدايه الموسم ده 2017 كان اول مباراه كانت الانتاج الحربي، كنا لعبنا ماتشين في الدوري، كنا لعبنا الاتحاد وكنا لعبنا طلائع الجيش، وكان بقى 32 مباراه. فشناوي لعب في السنه دي 31 مباراه بماتشات كمل بقى كمل الدوري كله. فما شاء الله عمل موسم كانت دي ضربه البدايه كمل الموسم عمل موسم انا بعتبره يعني لو احنا بنتكلم على الموسم ده الناس بس ايه يعني شويه بتبدا يعني بتنسى شويه بتنسى طبعا وده ما ده برده شويه كده اللي جاي برده هتلاقي ده هي كرة كده يعني. فالموسم ده عمل موسم تاريخي يعني. انا كمدير فني يا كابتن هاني منتخب مصر ما اخد قرار بان انا العب حارس مرمى ما لعبش مباراه دوليه ويلعب مباراه البرتغال ويروح يلعب كاس عالم، الموضوع ده جه ازاي يعني؟ يعني شافوا في تعلقه في الناس بشكل مميز، ما فيش حاجه في المنتخب. انت جمعت انت رحت المنتخب قبل مباراه البرتغال في سويسرا 3 ايام ده حقيقي. طيب الاداء ده كان فين؟ مش بالصدفه في النادي شافوا أيوة في النادي أيوة. طيب لما راح لعب كاس يعني عالم ده لعب شوطين لعب شوطين في المنتخب يعني. في النهايه انا باخد الافضل في النادي بس انا عشان اخد حارس مرمى. وخد بالك كابتن هاني عصام الحضري اللي كان موجود عصام الحضري لعب كل التصفيات حقيقي وكان متالق في التصفيات عشان تشيل عصام الحضري عشان تشيل عصام دي قصه كبيره جدا حضرتك عارف طبعا يعني طبعا فعشان تشيله دي قصه كبيره جدا طبعا. فانت عشان تبدا تلعب الشناوي ده اكيد الولد مقدم اداء متميز جدا جدا مع النادي ده يعني قولا واحدا حقيقي. يعني عشان بس ايه الكلام ما يتفسرش بطرق اخرى ويبقى الناس يعني في يعني هو ما راحش منتخب كذا مره وشافوه كذا مره اول مره يروح منتخب فتقييمه انه بيركب على عصام الحضر يعني بلغه الكوره يعني انه ياخد البرتغال بعدها بثلاث ايام يلعب مباراه البرتغال وما لعبش ملوش مباراه دوليه في تاريخه. الموضوع مش سهل اللي اذا في قناعات والقناعات دي والله يا كابتن هاني صدقني بنسبه اكتر من 80% من كوبر كوبر طبعا قولا واحدا يعني. انا بقول كلام ما انا عارف انا بقول ايه لان انا اعتقد كمان ان كوتش يمكن يعني ليه تاثير كمان كبير وواضح طبعا علشان هو في الفتره دي طبعا مفيش كلام لا طبعا عشان الشناوي يستمر بقى في تالقه اكيد راجعه طبعا للمدير للراجل اللي موجود دلوقتي بالمواصفات اللي حضرتك يعني لازم تكون متوفره في شخص زي ده يعرف يتعامل مع شخصيه زي محمد الشناوي بالظبط طبعا مفيش كلام. الاهلي في مباراه طلع الجيش في نهائي كاس مصر يمكن عانى شويه لحد ما وصلنا لضربات الترجيح. وهنا عايزه اتوقف مع كابتن طارق سليمان يعني شايف اللي حصل دوت ليه حصل؟ ليه وصلنا للشوط الرابع الى ضربات الترجيح في المباراه النهائيه في كاس مصر؟ بص طبعا هي احداث المباراه الاهلي في يعني كان لازم يخلص المباراه من بدري من الشوط الاول. في هدفين ضايعين بنسبه 100%، هدف لمجدي قفشه وهدف لمروان كورتين. وانا برضو يعني كويس ان حضرتك عشان برضو يعني ندي حق محمد بسام انا بعتبره عايز اتكلم عنه بعتبره من نجوم المباراه طب. يعني عشان طبعا احنا الشناوي طبعا واداء الشناوي كده فدايما احنا روحنا للشناوي بس نسينا ان محمد بسام في المباراه دي وشال ثلاث اهداف هدفين من مروان وهدف من مجدي قفشه زائد انه صد ضربه جزاء في الضربات الترجيحيه وفي واحده جت في القائم. الشناوي طبعا صد واحده طبعا. وفي اثنين جون في القائم. فعايز اقول ان الماتش دايما المباريات اللي زي دي يا استاذه سهام لازم تخلص من بدري. يعني مروان في الشوط الاول كان ممكن يجيب هدف او مجدي قفشه اتاخرت جبنا جون في الشوط الثاني برده جه مروان واحده والنتيجه 1-0 الانفراد اللي طلعها بسام برجليه كانت ممكن تبقى 2-0 والمباراه تتقتل من بدري. مباراه الكاس كده يعني احنا يعني بقى لنا فتره كبيره الكاس ده بالذات يعني الدنيا بالنسبه لنا بتبقى صعبه قوي. انا فاكر المباراه اللي احنا خدناها مثلا الكاس 2016 مع المصري احنا كنا خسرانين 1-0 وكسبنا المباراه في الوقت الضايع يعني جبنا جون بتاع حضرتك فاكر عمرو جمال وبعدين احمد فتحي اللي عملها شيب فوق الحارس وكسبنا. فالمباراه دي كانت بتبقى دايما مباراه صعبه زائد ان الاهلي كمان خارج بقى من معاناه طويله قوي مع الزمالك ومجهود بدني كبير جدا ويعني وضغوط كتير قوي. وبعدين الاهلي برده قبل الماتش بيومين برده كان اعلاميا برده كانت اللعيبه عايزه تفك بقى شويه فرحانين طبعا فرحانين هيفرح امتى؟ ما هو الاهلي هيفرح امتى يا جماعه؟ بطوله افريقيا دي كانت بطوله غاليه قوي صح. طب هيخلصوا البطوله وبعدين يقعدوا تاني برده في كات تاني عشان يلعبوا يوم الجمعه اللي بعدها بعدها بثلاث ايام او باربع ايام. فاللعيبه برده شويه كان شويه برده ايه زائد الضغوط اللي عليهم زائد المجهود البدني اللي بذل طول الموسم مجهود كبير جدا فكانوا محتاجين. فعشان كده المباراه اتصعبت شويه. انما كل الاحترام لفريق طلائع الجيش عملوا مباراه كبيره جدا جدا طبعا كابتن طارق العشري طبعا
والمباراه ما كانتش سهله طبعا. انما في النهايه المباراه في النهايه اتحسمت سواء طبعا ضربات الجزاء. طب انا هسالك سؤال بالنسبه طبعا سؤال تكنيكال شويه، اول ما قلت ان في ضربات جزاء مخك راح ان محمد بسام هو اللي هيبقى رجل المباراه وهو اللي هيخلي طلائع البطل، ولا شايف ان كان الشناوي، وخاصه ان الشناوي كان مميز بضربات الجزاء او بيصد ضربات جزاء في السيزون ده بشكل مميز، انت اول ما رحنا لضربات الجزاء فكرت فيها ازاي، الشناوي ولا بسام؟ 50-50 طبعا. ليه بقى؟ محمد بسام مكسب طلائع الجيش وصاد ثلاث ضربات جزاء في مباراه بيراميدز مظبوط، مع يعني المباراه قبل النهائي على طول، كان لا قبل يعني قبل الزمالك دور الثمانية لعبوا ضربات جزاء برضه، بسام صد ثلاث ضربات جزاء، بسام من الاجوان كويسه قوي يعني، عامل موسم كويس قوي برضه، بيصد ضربات جزاء مظبوط كده، وبيصد ضربات جزاء برضه مع طلائع الجيش كتير يعني. الشناوي نفس الحال يعني، الشناوي برضه في الفتره الاخيره دي مع ماتشات كتير، الوداد وماتشات في الدوري مع كسب الاهلي في ضربات جزاء كتير يعني. فهنا المباراه انا شايف يعني بين الحارسين كانت يعني نسبه قريبه قوي، قريبه جدا، بدليل حتى ان الشناوي صد واحده واثنين جون في القائم، بسام صد واحده وفي واحده جت في العرض. فعشان كده بقول لحضرتك ما شاء الله كمان الطول الفارع للاثنين ده ما يعني بيسببش انت يعني دايما بحس ان الاجوان الطويله ديت بتبقى الرياكشن على الارض يعني، دايما المدربين يقول لك لو جون طويل حط له على الارض اكتر يعني، ما تحاولش وانت بتلعب ضربه الجزاء تبقى الكره تعلى منك، هتبقى بالنسبه له اسهل. بس دي طبعا مفيش شك كان الكلام ده بيتقال مدرسه قديمه برافو عليك، مدرسه قديمه شويه. دلوقتي الحارس بيتمرن على كل الاوضاع اللي ممكن يحصل له في المباراه، بيتمرن على الارضي والمتوسط والعالي والحاجات، المسافات قريبه والمسافات بعيده ومن زوايا مختلفه وكرات عرضيه وانفرادات وحاجات فيها رياكشن يعني. لازم في التمرين انت لازم تعمل كل حاجه في التمرين للحارس عشان ما يجيش في الماتش يتفاجئ بحاجه انت ما عملتهاش في التمرين. مظبوط، لكن لازم امكانياته البدنيه نفسها يعني طبعاً. الحارس بيبقى يا كابتن هاني الطويل بيبقى بالنسبه له الرياكشن على الارض اسهل ولا يبقى الاقصر منه شويه، ده اللي بتكلم عليه يعني، عامل الطول بيفرق يعني. ما فيش شك طبعا ان انا دلوقتي يعني شوف حتى في العالم كله يا كابتن هاني هتلاقي حراس المرمى دلوقتي معدين 190 صحيح. كله دلوقتي يعني محمد بسام يعني ما شاء الله 193 او 192، محمد الشناوي 191، ابو جبل 191 و192. فالحراس دلوقتي طالما انت بتتمرن بشكل كويس وبتتمرن على الحاجات يعني، بسام الكره اللي صدها من ايمن اشرف كانت فين؟ مع الارض، كانت تحت بالظبط، كانت على الارض. والكره اللي مروان لطشها برده كانت تحت، كانت تحت. وحتى اللي لطشها كمان مجدي قفشه كانت على الارض برده. فهي طبعا بتبقى انا حسب مكان الكره فين يا كابتن هاني، انا ممكن طالما الكره قريبه انا بفتح رجليها بيبقى لها فتحه معينه كده وبنزل بايديا لتحت شويه عشان برده اتفادى لو الكره جت على الارض، لو انا عالي واقف عالي ورجلي قافلين شويه كده ابقى انا عالي مش هلحق اللي تحت. وفي بعض الاوقات يعني كره مروان الشوط الثاني، ما هو بسام ما نزلش، بسام تعامل معاها بايه؟ برجله اقرب واسرع. في بعض الاوقات زي ما بتشوف دخيه بيصد حاجات كتير جدا برجله، زي ما بتشوف نوير بيصد حاجات كتير جدا برجله. فدلوقتي اسلوب التدريب بقى مختلف شويه، بقى في حاجات الكره بقت سريعه جدا، المطره الميه اللي بتتحط في النجيله دي قبل المباراه بتسرع الكوره، بتخلي رتم الكوره رهيب سريع جدا، زائد اصلا الماتيريال بتاع الكوره برده مختلف غير زمان. البطء ده ما عادش موجود كتير في الملاعب صحيح. دلوقتي صحيح. فالسرعه دي بتخليك انت كمان يبقى عندك التدريب كله بيعتمد على حاجات تحتها خشبات كتير قوي، زائد انت تلعب برجلك كويس قوي وبرجلك الاثنين كمان، زائد كمان ان انت يعني الحاجات اللي هي بتبقى البينيه اللي ورا خط الظهر، ازاي انت تبقى قريب وازاي تبقى كل ده التكنيكال. لكن انت قلت اول ضربات جزاء قلت 50-50 يعني، ما قلتش انا عن نفسي قلت ان شاء الله الشناوي، كنت مايل شويه ان الشناوي هترجع بقى هنا للمهاره اللاعب بقى يعني يعني في حاجات اتحطت صعبه قوي يعني. لما تيجي مثلا تتفرج على ضربه الجزاء بتاعت عمرو السولية محطوطه نموذج يعني، محطوطه فوق قوي وبعيده صعبه جدا ضربه الجزاء بدري بنون قريبه جدا منها كربون يعني صعبه جدا برضو. ففي ضربات هنا بقى خد بالك بقى، انا عايز اقول حاجه، القانون الجديد اللي هو ان الحارس مرمى ما يعديش يعني رجليه ما تعديش الخط قبل ما اللاعب يشوط، على فكره جت مصلحه الحارس بشكل كبير جدا. مصلحه الحارس طبعا. ليه بقى؟ كان الاول يا كابتن هاني انت وانت داخل تشوط ضربه جزاء، اكيد حضرتك طبعا اتحطيت في الموقف دي كتير، بتلاقي حارس المرمى من بدري بيبدا يعمل ايه؟ ياخد زاويه من بدري يعني، من بدري. حتى انا اقول دايما للحارس اتقل طول ما اللاعب جاي وانت بليك واقف يقرب من الكوره، يليك واقف يقرب صح. من الكوره انت بتعمل ايه؟ انت كمان بتقلق. انا ممكن اغير رايي كمان، اغير انت يحصل لك يعني، انت عايز مثلا عايز في زاويه معينه، فلو انت واخد قرار ولقيت الحارس واقف فبتقلق صح. هنا بقى الحارس اللاعب لو ما حطهاش سريعه وبسرعه وبعيد عن الحارس بتتصد،
شوف لانه هو بيفضل واقف بيفضل واقف بيفضل واقف لحد ما انت بتحطها. لو اتحطت قريبه في ارتفاع متر من الارض او اقل من متر او اكتر من متر شويه بتبقى سهله طالما اتحطت قريبه. انما لو الحارس استنى زي ما بيستنى كده خلاص، ما هو اجباري لازم يستنى، ما تعديش رجلي ما تعديش الخط، واتحطت سريعه جامده سواء على الارض او فوق بتخش، تبقى صعبه على الحارس جدا. لما وصلنا للشوط الرابع كان علي لطفي له دور، حضرتك شفت اللقطه ديت الورقه طبعًا اللي فتحها وقعد يتابع اللعيبه لعيبه الطلائع وازاي كان بيوجه للشناوي وعينيه مع الشناوي، شفت لقطه علي لطفي دي ازاي؟ دي مهمه بعيدا جداً عن الفنيات بعيدا عن لا هو دي مهمه جدا طبعا بس اكيد هو طبعا ايه خد بالك دي تذكره للشناوي هو اكيد الشناوي اتفرج طبعًا. يعني مش عايزين نقول ان دي اول مره ان شناوي او علي اكيد هم شافوهم يعني شافوهم في فيديو بس اكيد ايه دي تذكره بتتكتب الحاجات دي عشان ايه يعني يعملوا بس كده باستمرار يعني اكيد شناوي اتفرج على ضربات الجزاء وكان كتير قوي كان احنا طبعا طول لما بنيجي نتفرج على اي فرقه لازم نشوف لها ضربات الجزاء لازم لان انت ممكن يعني في لعيب مثلا ايه طلع الجيش شاطه مثلا في مباراه بيراميدز مش كده بالظبط طيب في لعيبه ضيعت ولعيبه جابت مش كده طب اللاعب اللي جاب ده ممكن يجي يقول لك انا مش عايز اغير الزاويه انا شط فيه انا شط في الزاويه دي وجبتها فيبقى داخل خلاص انه ايه متفائل انه يحطها في الزاويه دي وتخش ايوه فالشناوي الطبيعي لما يشوف اللعيب ده جاب اللعيب ضيع على هو شاط على الشمال مثلا وضيعها فيجي يشوط يقول لك ايه ده انا شط على الشمال الماتش اللي فات وضاعت اغير بقى. اغير ده بيحصل ده بيحصل 100% يعني فهنا الشناوي لما علي استرجع ضربات الجزاء تاني وشاف ضربات الجزاء طلع الجيش اكيد مع بيرن لانه شاطوا مع بيرن كتير تقريبا يعني شاطوا وصلوا عدد كبير من الضربات الجزاء فيبقى خلاص يبقى انا اوريدي خلاص شفت بقى كابتن هاني بيشوط فين بيحطها على اليمين طب الماتش اللي فات حطها فين طب ضاعت او جت فالشناوي لما شاف الكلام ده على طلع صد واحده وفي واحد فين في اتنين جون في القائمه وخد بالك في واحده كانت يعني جت في ايديه ودخلت جت في ايديه ودخلت ديت انت يعني هو عمل يعني عليه ولا كان المفروض يزق لبره اكتر ولا بص يعني لا يا كابتن هاني بص هو طبيعي انا لما باجي احط كف بص كف ايدي كده لازم بص صوابعي ما شاء الله كف ايدك ايه ده ما شاء الله لازم طبعا هو عشان حراس المرمى كلهم انا مره عصام الحضري بيسلم عليا قلت له يا عصام قال لي ده عادي ما هو كابتن هاني ما هو مش ممكن انا ابقى طولي مثلا 190 او 185 ده هي عمليه يعني كده يعني خلقه ربنا مش ممكن يبقى ده او مثلا لا بس ده بيساعدك كمان طبعا الناس بتفهم ان رجلي مثلا يبقى 40 طب ازاي يعني 46 45 ما شاء الله فعايز اقول بس ضربه الجزاء كمل دي طب اتفضل دي مهمه قوي شناوي طبعا عينه على الكوره ما بيتحركش بدري ودي ميزه شناوي في كل ضربات الجزاء بيصدها حتى في الحاجات الصعبه اللي بيطلعها من مسافات قريبه شناوي بيطلع حاجات صعبه قوي من حاجات من على السته او من بره السته حاجات بسيطه لان هو ما بيستنى في جون بيتعامل يعني بيبقى يعني جون بنقول عليه خفيف او جون ما عندوش ثبات جون بتحس ان هو عايز يقع هو مستعجل هو قلقان لا الكلام ده مش موجود عند الشناوي ما بيقلقش الشناوي بيبقى واقف تحس ان رجليه الاثنين يعني تحس ان رجليه الاثنين ثابتين في الارض صحيح. يعني رجليه عمودين في الارض وبيبدا عينه على الكوره بشكل مش طبيعي عينه على الكوره مركز جدا ويتعامل بعد الكوره بتعمل ايه بتاع الكوره بتخرج من رجل الراجل سواء من رجل او من دماغه فهنا عشان كده بيتصعب دايما ضربات الجزاء على هو الشناوي لما جه حط ايده الكوره ما جاتش في كف ايده كله عشان كده جت من فوق شويه فقامت عامله ايه؟ لو جت من فوق شويه الصباع ده والصباع ده بتعمل ايه؟ بتقلب كف ايدك كده. فالكره بتخش بقى، لو قلبت كف ايدك كده بتخش. او لو جت من تحت. دي شوطة اسلام دي صح؟ اسلام محارب دي شوطة اسلام. لا او الضربه كانت اسلام محارب. او لو جت من تحت شويه، لو جت في صباعك هنا او هنا، ممكن تقلب كف ايدك لفين؟ فالكره تعدي من تحت. فتعدي من تحت. هنا تعدي منين؟ هتبقى كف ايد تحت الكوره، هنا تبقى كف ايد فوق الكوره هتعدي برضه. انما هي الكوره لو حط يعني طبعا دي عشان كده هي تبقى صعبه جدا طبعا لو كف ايده في الكوره لبس في لبس في الكوره كف ايده كله هترد لبره مستحيل يا كابتن هاني تاخد كف ايده وتخش مستحيل مستحيل هتطلع لبره يعني هي الكوره لمست الجزء اللي فوق اللي فعدت طبعا الابهام والسبابه فعملت ايه قلب الكره سريعه كره يعني كرة قويه قويه وسريعه قوية. طبعا فمش ممكن يعني كنت تيجي في اسبوعين دول هيصدوها لوحدهم كده لا لازم تيجي في كف ايده كله فعشان كده هي قلبت كف ايده ودخلت انما طبعا هي ضربه جزاء يعني صعبه اكيد ضربه جزاء بتاع حسين السيد هو كان رايح معاها بس هي كانت صعبه كانت سريعه جدا وقويه اللي جت في اللي جت في القائم الايسر دي اخر ضربه جزاء كانت اخر ضربه جزاء انما في النهايه زي ما بقول لحضرتك هو الاساس في ضربات الجزاء كنت انا دايما اقول اهدى ما تستعجلش ما تروحش بدري اصبر وهو بيحط رجله دي كمان جاب لنا كمان دي الضربه اللي بنتكلم عليها ده حضرتك شرحته يعني هي بالظبط جت في كف ايده من فوق شويه فقامت واخده قلب كف ايده ايوه يعني لو كف ايده كله كانت ردت قدامه مستحيل تدخل كانت ردت قدامه طبعا
كانت صعبه وسريعه جدا، صعبه وقويه يا كابتن هنا. الكوره اقوى من يعني عشان كده، عشان كده دايما ما انا لما اجي امسك الكوره كابتن ليه، ما هو لها تكنيك مش اي مسكه، ما عشان كده الموضوع صعب. انت ممكن لو انا جيت شطت عليك كوره ممكن تيجي تمسكها تقوم جايه في صباعك كسرت صباعك، لان هي لها تكنيك مش 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 اي مش اي حاجه. مظبوط، لها تكنيك، التراي له تكنيك، الارتباء له تكنيك، الحاجات كتير قوي يعني مش اي حاجه. فالموضوع يعني في تفاصيل كتير جدا صغيره في حراسه المرمى. ده عشان كده بقى الولاد الصغيرين اللي بيتعلموا التسع سنين والعشر سنين لازم الحاجات دي تبقى ايه تعلموها هم صغيرين، لان دي مسارات عصبيه. ودي ضربه الجزاء الاخيره طبعا وكان رايح معاها يعني الشناوي رايح معاها بشكل كبير. بقول لحضرتك ما بتحركش بدري، ده اصعب حاجه، اصعب حاجه وانا بشوط دي طبعا زي ما بقول لحضرتك بقى اهي دي اللي بقول لحضرتك عليها بقى في الارتفاع اللي انا ايه بيبقى حلو قوي الحارس. ارتفاع نص متر دوت الشناوي بقى كمان ايه ما شاء الله طوله، تحس انه القائم القائم بقى في ظهره. يعني القائم الايمن بقى في ظهر بقى في ظهر ايده، ظهر ايده بالظبط، ظهر ايده بالظبط فاهمني. وزي ما بتقول هو ما اتحركش غير لما يا دوبك الكره طلعت. هو بيعمل ايه يا كابتن هاني؟ ارجع ثاني كده بعد اذنك، مين رجعها ثاني بعد اذنك؟ برجو ارجع برجاوي والله يكرمك حاجه صغيره اقف. لا لا الثانيه الثانيه بتاع اللي حطها ناصر منسي اقف بقى. بص يا كابتن هاني، هنا الشناوي طلع برجله اليمين بس رجله الشمال فين؟ رجله الشمال على الخط، لسه على الخط بالظبط. لو طلع بالشمال الحكم هيعمل ايه؟ هيعيدها بالظبط بالظبط. هو بيطلع بالرجل اللي بيدفع بيها، هو دلوقتي بيدفع برجله الايه؟ هو دلوقتي بيدفع برجله الشمال، رجله اليمين لا رجله والحكم بص كمان الحكم بصص على رجله ازاي، مش بصص على الكره خالص. هو طلع رجله اليمين بس رجله اخر رجل هتسيب الارض رجل اليمين هي اللي هتدفع. كمل بقى كمل يا برجاوي كمل بص اهي اخر رجل سايبه الارض رجل اليمين اللي دفع بيها بالظبط. الشمال كانت ورا لحد ايه بكره الشاط بالظبط عشان ما يعديش الخط ده مهم التكنيك طبعا بالظبط. وتحس ما شاء الله يعني كمان الرياكشن سريع جدا. انا بقول لحضرتك ايه، هو الشناوي ما شاء الله 191 لما بيفرد جسمه كده خلاص قفل الجول قفل ازاي؟ ما هو الجول كام يارده؟ ما الجول 8 يارده بالظبط. الشناوي فتحت رجله يارده ما شاء الله، يبقى باقي كام يارده؟ 3.5 يمين 3.5 يمين 3.5 شمال. هو عشان نعرف من حضرتك بقى يعني خلاص، واحنا يعني بننهي خلاص الفقره دي مع حضرتك طبعا ومشرفنا مستقبل. خدتوا فقره دسمه في حراسه المرمى جدا في حراسه المرمى. انا خدتها شخصيا. عايزه اطمن من حضرتك على مستقبل حراسه المرمى في النادي الاهلي. عندنا مصطفى شوبير، احمد طارق سليمان، حمزه علاء، اتكلمنا عن طبعا محمد طارق ورمضان، واتكلمنا عن علي لطفي طبعا الشناوي. علي جول موهوب وعلي يعني الولد ده شخصيه محترمه جدا 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 وشخص يعني نقي وما بيسببش اي مشاكل خالص. خد بالك دي مهمه جدا ان الحارس الثاني يبقى الجو لازم جو الحراسه المرمى ده يبقى جو هادي ويبقى تمرين ما فيش فيه مشاكل، لان الحارس لو الحارس الثاني ده يعني بيعمل مشاكل بقى وفي التمرين ويبقى دايما مع المدرب يعني يبقى فيه كده شد وجذب وكده بتبعد مشاكل المدرب وتعمل مشاكل حتى للحارس اللي بيلعب حتى ما بيبقاش مستريح نفسيا. فعلي لطفي من الحراس الموهوبين جدا جدا وقلت الكلام ده كتير واكد عليه. ولما لعب على فكره الكلام ده كان باين الولد جول كويس في ماتشات كتير في الاخير لما الشناوي اتصاب لا شال بشكل كويس جدا. فعلي لطفي جول موهوب، زائد طبعا عندنا مصطفى شوبير برضه جول موهوب جدا جدا وعنده قدرات عاليه جدا بس محتاج يلعب. فاللعب ده اللي هيجيبه بس محتاج يلعب، ده مش ماتش يعني ما ينفعش. انا يعني الراجل بيلعب مباراه ويبقى عنده بعض طبيعي جدا ان في اول مباراه بالنسبه له هيبقى الاداء الحركه بتاعته في كتير شويه يعني جري كتير في اللي هو ماتش اللي لعبه في الكاس، انما عنده قدرات ماتش الترسانه انما عنده قدرات عاليه جدا يا كابتن هنا. انا عارف الكلام ده كويس، انا مرنته كتير على مصطفى، بدا معايا وعنده 9 سنين مع احمد طارق. فمصطفى جول كويس وعنده موهبه وهتبان مع الوقت بس الناس تصبر، بس الناس مشكله الناس ان الناس ما بتصبرش. زياد احمد طارق برضو من الوان الموهوبه بيلعب دلوقتي مع فرقته مع 99، كان عنده ماتش مع الغزل المحله الاسبوع اللي فات كسبوا 4-3-1 جول كويس جدا وموهوب. زياد طبعا حمزه علاء بيلعب مع منتخب الكابتن ربيع ياسين وعنده بطوله ربنا يكرمه ان شاء الله البطوله اللي جايه دي خلاص هتبدا في تونس يوم 15. في برضو جولين كويسين جدا في 99 مع احمد محمد طارق ورمضان من الاجوان الكويسه قوي. فالاهلي مش محتاج حراس مرمى، بالعكس الاهلي مدرسه، الاهلي عنده حراس مرمى دايما، الاهلي يعني هو بيفرخ للانديه الثانيه، انما الاهلي في حراسه المرمى في النادي الاهلي لا ما فيش فيها اي مشكله خالص يعني اطمن بشكل يعني ابصم بالعشره دول للنادي الاهلي مش محتاج حراس مرمى من بره خالص، بالعكس ده الاهلي ممكن يعير في الفتره اللي جايه دي لان الولاد دول محتاجين يلعبوا احد حراس المرمى من ابنائه يعني اللي هم الولاد الصغيرين ليه محتاجين يلعبوا. زي ما احنا كنا لسه بنتكلم يا استاذه سهام كابتن هاني على الشناوي، هو ما كانش اعاره، هو كان خرج وكان خروج ما كانش وقتها صح، انما خرج بس هل الخروج ده ما فادوش؟
ده فادوا جامد جدا زي خمسه اللي رجعوا كابتن طارق بالظبط كده. عندنا خمسه احنا دلوقتي الاعاره دي بقت حاجه يعني انا شايفها حاجه مناسبه جدا جدا للنادي الاهلي طبعا لما يطلع نصر باهلي يلعب ويرجع تاني وعنده نسبه لعب مشاركه عاليه جدا بتجيب له خبرات لما يطلع محمد شريف محمد شريف ويبقى من هدافين الدوري لما يطلع اكرم وصلاح محسن ده كتير قوي ولسه في ناس مكمله اللي النادي الاهلي مش محتاجها دلوقتي النادي الاهلي مش محتاجها دلوقتي تكمل اعاره تاني تلعب السنه الجايه 20 مباراه 30 مباراه 25 خاصه حراسه المرمى محتاجه براكتس محتاجه انك لازم تشتغل كتير حارس المرمى مهم قوي انه لازم اللعب في النادي الاهلي صعب يعني اللعب في النادي الاهلي صعب جدا 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 والنادي الاهلي كمان يعني انت عارف بيخش اي بطوله بيبقى عايز ياخدها صح فعشان كده حارس المرمى ده لازم يبقى عنده خبرات ويكون عنده نسبه مشاركه عاليه ويعني برضو دي مش هياخدها في النادي الاهلي بسهوله بتبقى صعبه بدايات اي حارس مرمى بيلعب في البدايات بيبقى عنده بعض المشاكل اكيد مفيش كلام يعني أكيد. فالمشاكل دي ما تبقى بره النادي الاهلي بتبقى مقبوله لان النادي الاهلي اي فريق بره بيلعب بيبقى برضو طموحه مختلف غير طموح النادي الاهلي ضغوط مختلفه الجمهور طموح الاداره طموح اللعيبه طموح الجهاز الفني شكله يبقى مختلف انما اتمنى ان شاء الله لمصطفى والاحمد والحمزه والليجوان الصغيرين دي كلهم انه ان شاء الله يعني مستقبل حراس المرمى النادي الاهلي مع اطمن عليه حضرتك الراجل اللي موجود ميشيل دلوقتي يعني الشناوي لو بيقدم مستوى كل المستوى او اكتر من سنه بيقدم بشكل كويس فاكيد يرجع للراجل اللي موجود معاهم دلوقتي مدرب كويس ومدرب محترم وهي احنا بنكمل بعض يا كابتن يعني صحيح. مش هنفضل ما يخليه في المكان اللي طبيعي. احنا طبيعي واحنا كمان نتمنى لك كمان التوفيق في المهمه الجديده مع البنك الاهلي طبعا كابتن محمد يوسف وحضرتك لكم خبرات كبيره جدا جدا كابتن عادل مصطفى كابتن عادل مصطفى كابتن طبعا سيف عمر كلهم طبعا جهاز فني محمد محترم. رمضان كويس انك قلت كل الجهاز الفني لان خلاص يعني خلاص خلال اسبوع ان شاء الله اول انطلاقه للدوري المصري نتمنى لك كابتن التوفيق كل التوفيق ويعني ان شاء الله باذن الله نشوفك بقى في منتخب مصر قريب ان شاء الله كابتن انا بشكرك طبعا وبشكر استاذ سهام وطبعا انا يعني سعيد جدا ان انا كنت موجود في يعني بيت بيتي يعني بيتك كابتن طارق البيت الكبير زي ما بيقولوا وان شاء الله باذن الله يعني ما لحقناش نتكلم مع حضرتك عن التجربه دي لانك فضلت تتكلم عن ولادك يعني انا بس يعني لو هنتكلم عن التجربه انا عايز اشكر المسؤولين في البنك الاهلي طبعا اللي هو اشرف نشار رئيس النادي العميد حاتم والاستاذ محمد عبد المنعم الناس دول بصراحه يعني احنا يا كابتن يوسف طبعا اللي قعد مع الناس في الاول ولقى الناس عندهم طموح وعايزين يعملوا حاجه السنه دي وبناء عليه يعني الحمد لله يعني يعني كل اللعيبه اللي كابتن يوسف محتاجها تقريبا الحمد لله احنا بقالنا اكتر من شهر ونص شغالين دلوقتي كان صعب قوي عاملين معسكر في الاسماعيليه لسه جايين والتجربه ان شاء الله يعني ان شاء الله تعرف النادي الاهلي دايما اي يعني ولاده لما بيخرجوا بره بيبقى عايزين يعني ينجحوا وعايزين طبعا يعني عايزين نحققوا حاجه ان شاء الله وده اللي يعني احنا ناس محترفين وهنشتغل وهنعرف التجربه صعبه لان انت فريق صاعد وبتكون فريق اكتر من 20 لعيب جداد انتوا قدها يا كابتن طارق ان شاء الله باذن الله ننجح فيها ان شاء الله باذن الله ونعمل حاجه كويسه السنه دي ان شاء الله نورتنا يا كابتن ربنا يكرمك فعلا مشكرين شكرا جزيلا لك شكرا دي طبعا كانت نهايه حلقتنا النهارده في البيت الكبير ان شاء الله بكره في نفس الموعد من 10 ل 1 في البيت الكبير تصبحوا الف خير